في أول مؤتمر صحفي بعد سقوط مدينة الحزم بيد الحوثيين، يعقد مكتب حقوق الإنسان بالمحافظة بشأن الانتهاكات الإنسانية بحق المدنيين والمؤسسات الحكومية والخاصة. التقرير الذي أشهره المؤتمر بمدينة مأرب رصد جملة من الانتهاكات والجرائم الإنسانية بحق الأطفال والنساء وكبار السن، نحو 55 ألف حالة انتهاك إجمالي ما رصده التقرير خلال شهر واحد منذ دخول الحوثيين مركز محافظة الجوف. هناك ما يقارب أكثر من 50 ألف حالة انتهاك توزعت عن التهجير والنزوح والقتل والإصابة والسرقة والاعتداءات، بما فيها تعطيل العملية التعليمية، كذلك الخدمات الصحية. كان التصعيد للميليشيات بمثابة كارثة إنسانية لمحافظة الجوف. تفاقمت معاناة المواطنين جراء نزوحهم من مديريات الحزم والغيل ومناطق مجاورة، وزادت حدة الوضع تقضم أجسادهم، ما يربو على 11 ألف أسرة هجرها الحوثيون من منازلهم وفقا لبيان المؤتمر الصحفي. وكان وزير حقوق الإنسان بالحكومة الشرعية محمد عسكر قال في تصريح سابق إن 25 ألف أسرة وصلت مأرب نازحة من الجوف. حدة الانتهاكات تصاعدت بشكل غير مسبوق في محافظة الجوف، فالأرقام التي رصدت خلال شهر فوق المتوقع ولا يصدقها أحد، لكنها الواقع، والمرصود قليل مقابل ما حدث في محافظة الجوف، لأن ميليشيا الحوثي أتت منتقمة فدمرت الأرض والإنسان ونهبت وسرقت وجندت الأطفال. ورغم الجهود التي قدمتها السلطات المحلية في مأرب والمنظمات الإغاثية والإنسانية، لكنها دون المستوى، فأوضاع النازحين صعبة للغاية. عمر المقرمي، يمن شباب، مأرب.